اسمي حكيم هلال، في الأساس بلعب تنورة، ودلوقتي بقيت مدرب تنورة متخصص في تفصيل التنورة ولبسها. وطبعا دي هواية أساسا عندي يعني. احنا بيجينا أي زميل من الزملاء بيبقى عايز يفصل تنورة، فبنطلب منه الألوان اللي هو عايزها، واحنا بننسق الألوان على حسب تركيب الألوان اللي تليق جنب بعض، فبيجي يختار بقى الحاجة اللي هي على خياله يعني. لو في حاجة غلط طبعا أنا بنبه عليه وأقول له لا دي مش هتمشي دي كده يعني، لأن طبعا أنا المشاهد ليه، فاللي بيعجبني ببدأ أنفذه له بعد اقتناعه يعني. ناخد مقاساته، مقاس الوسط ومقاس الطول بالنسبة للجيب نفسه. بنبدأ بقى ننزل نجيب القماش والخامات إذا ما كانتش متوفرة عندنا، وببدأ أقص البطانة على حسب المقاس اللي أنا خدته، وأبدأ أبطن، وبعدين أتخيل الشكل اللي إحنا عايزينه أو الزميل اللي هو بيلف تنورة عايزه أو كده، وببدأ أشتغل بقى على المكنة. طبعا الوان التنوره كتير قوي، والواحد بخبرته عارف هيركب اللون الاحمر جنبي ايه. هم كانوا تلات الوان، بدات تتطور ان احنا نجيب التلات الوان يبقوا جنب بعض، بدات تتطور ان احنا نجيب الخمس الوان جنب بعض. اشكال كتير يعني، احنا حتى توصلت ان انا بعمل اللي هو قوس قزح بتركيبه الالوان اللي هي السبع الوان. بدات تتطور ان انا ادخل فيها الاشكال الهندسيه، وهي الأشكال الهندسية هي اللي بتبقى واضحة في التنورة، لأن هي التنورة عبارة عن دايرة، الدايرة بنحط فيها الخطوط، ففي الأبعاد بتاعتها وهي بتلف الخطوط بتبقى واضحة جدا، وبنبدأ ندكك فيها السير أو السلب على حسب راحة اللاعب نفسه. نبدأ ندكك السير اللي فيها تحت ونلف بيها، نعمل بيها تيست لحد لما السير يبقى واخد وضعه الصح، وندبس السير ونروح مقفلين خياطة على الباكية على الدخلة اللي هي بندكك منها السير، وكده بتبقى التنورة جاهزة على ان الواحد يلبسها ويشتغل بيها. الأساس اللي بيتعمل عليه التنورة لازم يبقى قطن 100%، دي أساس التنورة. لو ما اتعملتش قطن 100% مش هتفرد معاه وهتعمل موجة يعني هتقابله مشاكل كتير. طبعا هي التنورة حسب الشكل أو الطلب بتاعها، ممكن تنورة تخلص في يوم، ممكن تنورة تخلص في يومين، وممكن تنورة تخلص في 15 يوم. ال 15 يوم دي بقى احنا اساسا بنجهزها، وبتروح ورشة في الخيامية تتعمل هاند ميد، طبعا بتاخد لها فترة عقبال ما بتخلص، فعشان كده بتاخد الايه الوقت. بتجينا من عند الخيامية بنبدأ نشطبها. مرحلة التجهيز هي اللي بتاخد وقت، احنا بنجهز الحاجة بنبطنها وبنبدأ نعمل الشكل اللي احنا ايه عايزينه. طبعا قصة التنورة طويلة، طبعا هي من العصر الفاطمي موروث شعبي، طبعا احنا اتولدنا لقيناها في الموالد، ودلوقتي هي انتشرت في الاماكن السياحية، في المطاعم السياحية، شرم الشيخ، في الغردقة، في الأقصر.